السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم بكل خير. أتشرف بأن أقف أمامكم أنا عدنان بن إبراهيم المسكري من فريق تنفيذ اكتتابات أوكيو، لأرحب بكم جميعا في هذه اللحظة الفارقة في مسيرة أوكيو لشبكات الغاز. إن مجموعة أوكيو تعد من أكبر الشركات الحكومية التي تطلع بدور كبير في تنمية الاقتصاد الوطني والاستثمار المجتمعي منذ أكثر من 40 عاما، وتسهم الآن في مسيرة النهضة المتجددة التي يقودها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه. أوكيو لشبكات الغاز فرصة استثمارية واعدة، وذلك لعدة أسباب أهمها: تمتلك الشركة نموذج أعمال يدعم التدفقات النقدية المستقرة التي يمكن التنبؤ بها، مدعوما بقاعدة أصول تنظيمية متنامية وعلاقات طيبة مع المنظم الوطني هيئة تنظيم الخدمات العامة. طبعا أهمية هذا الطرح تأتي من منطقين أو من جانبين. الجانب الأول أنه أكبر طرح في بورصة مسقط إن شاء الله سيكون، ونتمنى إن شاء الله نرى أيضا شركات أخرى تأتي أكبر من هذا الطرح إن شاء الله. الجانب الآخر من يعني أهمية هذا الطرح تأتي من كونه الشركة الثانية في قطاع النفط والغاز الذي يعتبر عماد الاقتصاد في سلطنة عمان. كانت البورصة محرومة من هذه القطاعات، والآن هذه الشركة الثانية تأتي فستضيف لا شك أهمية كبيرة إلى سوق قطاع سوق رأس المال وإلى بورصة مسقط في المستقبل إن شاء الله. واليوم والحمد لله وبكل فخر تم الإعلان عن نية إدراج شركة أوكيو لشبكات الغاز في بورصة مسقط. وشركة أوكيو لشبكات الغاز هي المشغل والمالك الحصري لنقل الغاز في السلطنة لمدة طويلة حتى عام 2070، وذلك بموجب اتفاقية امتياز مع حكومة سلطنة عمان تم توقيعها في 2020 ولمدة 50 عاما. طبعا هذا الاكتتاب يعتبر من أكبر، إذا لم يكن الأكبر، من أكبر الطرح في سوق في بورصة مسقط، وله أهمية كبيرة سواء للمجتمع عن طريق مشاركة المجتمع في المساهمة في الشركات الحكومية. كذلك نهدف أو يتوقع من هذا الاكتتاب أن يجلب أموال خارجية لدعم الاستثمار في عمان. طبعا نرجع لآخر اكتتاب والنجاح اللي صار في أبراج، أكثر من 44% من الطلبات كانت طلبات أجنبية، وهذا المتأمل فيه. طبعا هذا الإدراج له أهداف كثيرة، من ضمنها أنه دخول قطاع النفط في مؤشر بورصة مسقط. هذا الطرح نوعا ما يغطي شريحة أكبر من المستثمرين، أيضا باعتباره خلينا نقول يتوافق مع متطلبات الإسلامية، وبالتالي كل المستثمرين بلا قيود راح يكون متاح لهم الإدراج. أهميتها أيضا كقيمة سوقية ضخمة عندنا راح تدخل، هذه كلها مقومات تعطي إيجابيات وتعطي أيضا يعني جاذبية للمستثمر الأجنبي أنه يدخل. طبعا التفاصيل خلينا نقول في نشرة إصدار لسه ما أعلن عنها، ولكن المتأمل أنه راح يكون في طلبات من مؤسسات عالمية للدخول لهذا الاكتتاب باعتباره اكتتاب ضخم تم تسويق له بشكل ممتاز خلال الفترة الماضية، وبالتالي في خلينا نقول جاذبية للدخول. الآن ننظر إلى جاذبيته ما بعد الاكتتاب بإذن الله وكيفية التداول السهم بعد الإدراج.